واحدين شغالين في محافظة الألوية بهذا النوع. النوع ده معمول من السمار. معمول من السمار. السمار ده طالع رباني في قلب الجبال زي سينا وزي اسماعيلية وزي السويس. طالع كده رباني بيبقى موجود في قلب الجبال. نجيبه ونعمله ونوضبه ونعمله حصيرة الجبنة القريش. حصيرة الجبنة القريش اللي هي بتطلع زي كده. الجبنة دي الحصيرة حوالي فيها 150 من 130 عود ل 150 عود. الحمد لله انا ربيت اولادي منها وطالعين اللي طالعين من 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 جامعات الازهر الحمد لله، والحمد لله ربنا مرضين منها، والحمد لله تمام التمام.